غير مدوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك احلام في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة مدوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك احلام فيها العالم والمتعلم فيها الظالم فتح يا عليم رزاق يا كريم توكلت عليك يا الله رب العرش العظيم هاوش الله يديك العافية يا بنتي الله يديك العافية كتر خيرك الله يدينا عفوك ورضاك أبوي عافي ورضيان عنك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم عرض عرض لين وين المرسيدس؟ الكارو شوية الاستيكة تعبان بالله والله طيب حاليا النوبيرا دي شوية كده يا زول ما تتفرع حمار بتفرع يا أخي ما تتفرع حمار بتفرع ديني كريت بالله ممسوخ ممسوخ أنا؟ كذا كذا سي خلي كلامك ده كله أحشي لي سندوتش بطحنية خليني نمشي ليه ماشي الروضة؟ يا زول يا أخي مالك ما خلحت أنا يا أخي في شنو يا اخي ومالك اخو ماسك يا طورتك وقاعد والله انا بتنطمط يا اخي بتنطمط من الزراعه ومن الحواشات ومن الحذر ده طمط اجيب لك ليمون يعني والله 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 انا كرهت زراعه الفول والقطن دي الحواشات دي ما كلمتك بشي شبابنا ونضارتنا وما بتدينا غير الغبشه ودعويه الخشوم هي كان فيها فايده كان ابواتنا ديل لاس بحالتهم دي ما اما قمنا لقينا ابواتنا ديل يحفروا يلفوا يحفروا في حته واحده زي ابو الدنان انا من الليله فكيت درب الزراعه طلقتها عديل ما بتقدر اها مش الطوريه دي والله الزراعه ما راجع لها كده اسمعني اسمع طول عليك كم يا حسين اسمعني يا حسين كده اسمعني دقيقه الطوريه دي يا عباس الطوريه دي مثل جناي دي سلاح البحار بيو شفت لك جندي رمى سلاحه وخش معركة وانتصر علاقة قوية وعشرة قديمة بينه وبين الطورية دي بصحبتي في الملمات وفي الصعاب بتشد زري
ولما الارض تصعب علي بغرس فيها زي المعلقه في الكستر. بلا كستر بلا سمايا، هاك قوم شيل عيشتك دومشي على حواشتك. هاك كده دردر لي بحبه طحنيه. دردر لك بطحنيه وين قروشك؟ ليه ما عندي عندك باقي 300؟ 300 300 دردر لك بها طحنيه؟ والله 300 دي ما دردر لك بها ملح. خلاص جيبها باكل حافة وبشرب عليها موية. ممسوخ شو نردر لي دردر لك ب 300؟ لا طريا دي زي بتصير عذري عذري زي جناي جنا جن الكلكي جنب الداوة كعب الاندراوة. العباد ما نصيح، كان نصيح كان ساعد عمه في خدمة الحواشة. هاي هو أبوه كان ساعد عشان يساعد عمه، وبعدين أبوه ذاته ما محتاج لمساعدة من العباد. ماله ما عمه ما يساعده، يساعد في ناس الحلة ويساعد في الناس الغربة، النهار كله يترسل لي نسوى على الحلة. السلام عليكم. أهلا يا العباد. أهلا العباد جاكم قال الله بداكم. كان طلي لنا خزنة ما كان لقيناها. جاك العباد زحمين جابك لي أبشك عدا غادي يا ولد. عندك لقيمات؟ بسم الله. شوفي المجنون ده لقيمات نص النهار. أنا ذي قراصة قرصك الدبيل. الله يغيتي انت يا العباد. اضحك يا صفا، من اللي بيستاهل الضحك غيرك في الحله دي؟ اضحك هاي قوم شيل الفطور ده ودي لي عمك في الخلا. الحواشه وحات امي ما مش الحواشه. امشي في القندراني قوم امشي يا ولد امشي. خلت حليمه دقه قديمه، خلت حليمه دقه قديمه، خلت حليمه دقه قديمه، خلت حليمه دقه قديمه، خلت حليمه دقه. تلاقي قال لك الطورية بقى زي جناي؟ والله جنس هضربة تشد من أزري جناي والمعركة. والله تقول نحن في الفلوجة. عم بوجه ده كان معلم محترم، مما نزل المعاش مسك الطورية وقال تح. تعرف الزول بعد يطلع معاش بيطش شبكة. هاي شبكته طاشة، لكن السبب بطه بشيرة، السبب بشرية. وبشرية دي مني كمان؟ بشرية دي مرد عمي البشرة المرحومة يوم صفاء. اها طير الرهو. لا كلام انت شايت وين؟ كلامه صح كلامه صح. بشريه دي ام صفاء وحليمه دي خالتها. صفاء امها المرحومه. يعني حليمه دي ما ام صفاء؟ لا دي خالتها وهي ربتها. بالله والله اول مره اعرف الحكايه دي. عارف واعرف كمان صفاء دي بنت عمي وما بزول غيري بعرسها. منو ده؟ صفا. صفا عنك يا أستاذ كتر خيرك. تعرف بيجي من الخلف فتران، لكن طلتك زي الغيمة في النهار الحار. انت يا كالغيم والمطر والخير كله يا أبوي. خلاص أربط الحمار وفك منه اللجام. كله بعمله. تفضل انت يا استاذ. استاذ يا بنتي انا مزارع بسيط. منو قال لك انت استاذ؟ واستاذ كبير افنى نص عمره في تربية الاجيال، والنص الثاني رهان بينه وبين الارض. يا ريت يا ريت اكسب الرهان يا بنتي. اكيد يا ابوي كده خش من الحر. الله يديك العافيه يا حليمه. وين الجوع؟
انتوا ما تمشوا الذهب، الناس كلها مشت الذهب. موضوع الذهب ده صوم اجى عليه بالنا احنا. والله انا فكرت فيه الا خفت امي تحميني. هوي ها انت معمنه مالك على الحسين؟ والله انا اول زول امشي كده. قلت لي الذهب ده كيف؟ اوي هوي الذهب ده له جهاز، والجهاز غالي. مش موضوع جهازة؟ سهل جدا. كيف؟ قلت لي كيف؟ الكيف جبنة. كيف؟ انا جبنتك بعرفة من قلوتها، من ريحتها بس بعرفة دي حقتك. ان شاء الله ده عجبك. لا بالحيل بتعجبني. تي حليمة وين؟ جاية. الا ما شكر جبنتي جنبها عشان ما نحرجها. انا قلبي مقبوض يا صفا. مقبوض من شنو يا ابوي؟ الوليدات قاعدين عطالة قدام دكان عباس، والأرض مدمدمة زي العروس. ما قالوا المشروع بيقى ما زي زمان؟ لا، المشروع ده أمينة البلد، الشايل البلد كلها. المشروع البمبر الوهيط، الشايل كل الناس بارتياح. آها حليمة جاتكم ببمبرة. حباب بنت العبيد، حبابة، حباب حليمة. اشربي اشربي، شيلي فنجانك ده اشربي. لا لا، ده فنجان صفا. ده كبيته ليك انا بيدي، كبيته لحليمة بنت العبيد. انت ابو صفا؟ نعم حليمة. وشك ده الليلة ما عاجبني، ما تمشي الظهرية. امشي كيف؟ انا كان جبت لي ولد ما كان ساعدني. تلم القروش تشتروا الجهاز ويلا يا الذهب جاك زول. لا لا، هذول واحد ثلاثة زولات. هوي هوي، ثلاثة ما محسوب معاهم. والله في نصكم لو مشينا مدني. اها نشتغل شنو؟ اقعوا الملجة، اقعوا الملجة. الملجة دي لكن ما دار لا راس مال، ونحن ما عندنا قروش. مدني التذكره بكم؟ ما في 5 جنيه. والله لو مفتت دي 10 جنيه. انت ما معانا؟ والله انا في نصكم. لا سوقوا معاكم، بينفعكم بينفعكم ان شاء الله. في المراسيل ساي كرميته في الحفره. ها آه. وفي دبيب يبقى زي الجهاز كيو كيو. الله يلاقيهم. ابوي يتمنى الولد رغم انه طول عمره بيفتخر بي، يمكن لانها جست اساعده. لكن تاني حاشيل الطورية وصبقه على الحواش. أبوي صفا يا بنتي، أنا عارف غلطت فيك، لساني فلت، لكن أنت عارفة أنا بمية ولد ما ببدلك. كان كدي يا أبوي، وما دايرني أزعل وأخذ في خاطري. أنت ليل ارتاح وخلينا نمشي الظهرية. ما عندي حاجة كثيرة في الحواشة، موية وبمشي بكفيلة وبجي. أنا بكفيلة ما، لكن ما تلكينا يا أبوي، عليك الله وافق. خلاص موافق. هسا عليك الله كم الدنيا دي. ها نشتغل مع العبيد ده والله جر. الله يعني. أسمعني هنا، الغاية بتبرر الوسيلة، بعدين إحنا ما شغالين مع العبيد، احنا شغالين مع امه دي مقرشه، وبعدين مزارعيه نجيضه. لا صح، امه دي من ناحيه نجيضه نجيضه. قالوا وقتين ابو العبيد ده رقد، امه دي مسكت المزرعه ونجضتها. بعدين نحن دارين القروش. الله يكرمك. دارين القروش بالسفينه تودينا مدني، لما نسافر احنا تاني همنا في العبيد ولا في امه. اها اخوانا العبيد. اي امك دي قالت بتدينا كم في حشه ب 20؟ 20 جنيه ورقه قرشه. 20 دي ما بسيطة؟ بسيطة عليك يا رسول يا أخي، نحن غير السفر كمان دارين هناك مصاريف؟ أخوانا
راح كنا نخش على 20 ده ننتهي منه، بعد ذاك نقبض قروشنا دي ونسافر الفخر الله مسويها يا اخي. كم 20 دي ما حب على الحجد عليك الله؟ بسيطة لكن نسوي شنو بعدين نسافر. اه يا مرقب. راح كنت. امشي. الله حسين. اخي ياي. صفزات المبتغى باني، لا حول والله يا جازيك يا البشرى، الله يجازيك. الحواش عشك بدك دارت عشك بالبيت نورت الحلة، دارت عريس اللي زول أحسن مني، حتلقى زول أحسن مني وين؟ لا أصبر أصبر، الفلس بيحصرك وبتجيني راجع وبرتبك تمام. الليل الليل خليه خليه، بس المسافه دي نمشيها برجلينا ساكت. طيب ما كان تحرك البوكسي بتاعك وترجعنا الحله. انا لو عندي بوكسي مكان مشيت بيت ذهب. اخوانا كربوا بطونكم، ما هدينا الحواشه. والله بطوننا ذات وفاضيه، حبت بليله كان ناس صباح. راجل صفى بنتي دي شايلة همي نايم وقايم وحاسة بتعبي، أسعى عيني لصبقتنا على الحواشة. صفى صفى طيبة وحنينة والله. أه يا بشرة ما بتحمل فيك تعلت الشوكة. والله والله أنا ما بحمل فيها، كدرنا نقوم مشى الحقة. لا 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 خليها خليها تفش غبينتها. والله كلامك صح، احسن اخليها تبل شوقه بالارض. بتقلي بحار والله اللي بيسويه راجل ما يسوي. الله يديها العافيه. شهيك سمح لكن كان قليت لينا بنات كدي بتطلع معانا كويس. ما عندي بن. امشي لعباس قول لعباس ادينا بن. عندك قروش؟ ما تخليه يكتب في الدفتر. بدين؟ انا عباس ثاني ما بقي في وشه. راجل مسيخ. همسخ من الترمس. يا العبيد دارت ساعد ابوك؟ بدور اساعد امي. دي رساله لكم يا شباب. يا زول هي نحن بعد ما رجعنا على الذهب بس. هيا احنا ماشيين الذهب. الله الله. الشغل في الحواشات دخل لين للحريم وللنسوان. يا ناس ذهب ناس ذهب ساي رح ذهب دربه صعب. هلا هلا نمرق من الحله دي تاني، ما في حاجه صعبه نمرق بس. بس عليك الله هنا قبلك قبلك قرصه يا معلم. عقيف عقيف لينا انزل اكون اخواننا. بسم الله. اديني يا عباس خليني نمشي. انا ما قلت لك الدين وقفته؟ وقفته الليله بس اديني، ولا تاني ما واقفه في وشك. جهلت موضوعي وعملت أضان الحامل طرشة. موضوع شنو يا عباس؟ كمان أنا عندي معك مواضيع؟ بقيت نساية والله يا عباس. ما متذكرة أنت بتعبي في العدس ده مودي وين؟ ما دار العريس؟ عدس عدس. أنا عريس جننك يا عباس، أديني البول حقي خليني نمشي. ولا جنن جنن. الله يستغفر الله العظيم. هاكي الجنزبيل. البشرة عنده المصران ما بيشرب الجنزبيل. خلاص انا بجيب معايا المصران واجي اشرب معاكم الجنزبيل. بسم الله اجي اشرب معاكم المصران واخذ معاكم. اي الله بتلا صفي مثله. الزراعة دي سمحة بالحيل وسرها عجيب. الأرض دي سرها في بطنة وخيرة جواه.
ده عذاب ده، ده عذاب. اصبر عليك الله، قوم اشتغل، خلينا نشيل قريشاتنا دي نمشي مدان يا اخي. يا اخوان، اخوان عليك الله خارجونا سريع، احنا باكر عندنا سفر. ماشي مدان يا اخ. تو العبيد هاي امك دي قروشي جاهزه؟ ما جاهزه، الا بتبيع لها تقرا وبتدينا قروش نسافر بقى. هاي هذا يعني احنا ننتظر التقرا لغايه ما يبيع واحده تدينا قروش؟ الله الله، التقرا دي دولار دولار، والله تفكك كدي الدار عليك ما ينفع. اخوان عليك سيبوا الكلام ده، راح كنا نشتغل نقبض قروشنا دي نسافر مدن ونتخارج. اروح يا اخي. قلت لي تقرا؟ الله والله يا عباس بتتذكر حاجات عفى عليها الزمن. ايوه، وانا بتذكر يوم الثلاثة ده كان يوم النظافة. كيف؟ كيف أهم حاجة النظافة في الطابور؟ ايوه، أنا بتذكر في ثلاثة من الثلاثات وأنت جاي من بعيد وشايل الصوت. ورجل لبتي وسخونة. قلت وعينت لك كده، وعينت لك كده، وشفتك الجماعة انجلد وجلد نظيف. بس عملتك شنو؟ عندي مغص. قعدت تعيد. بس انت قعدت في راسي فوق وبس زط ما عطاني معطى والله. بس انت تريب قمتها بس قبال ما ترفع يدك وتديني الصوت الثاني يلا فلهي فل جريت 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 جري نظيف. يعني مرقت مني؟ مرقت منك، لكن ما مرقت من كلبة ناس عطية. والله سكتني لك سكة، سكتني لك سكة وفرر فرر فرر جري جري. شفت الحلة دي بكره بكره كالي. الله يوسخك يا عباس. استغفر الله العظيم واتوب اليه. ريحه الارض وهي مليانه بالمويه ترد الروح. اخواننا نرجع المرسيدس دي تبرقنا فوق الحله. مرسيدس؟ قصدك الكارو سيدس؟ انا اسف، البيت دي بتخجلوا منا. اخجلوا اخجلوا. نخجل ليه؟ نخجل شنو؟ حشينا بعشرين بعشرين الف. ها بكره ماشيين بدني. انت العبيد؟ كلمت امك قلت لها ماشي معانا مدني وبعد ذاك ماشيين الذهب؟ هي عارفه عارفه وقلت لي جيب لي معاك قميشه. يا جماعه هوي البيت ده انا خجلت منها. اراكم بريل انا ساكت اراكم. يا زول ما بمشي، بقول تاني انتظر الكاروس. الله انتوا كان ماشيين امشوا، انا بتعمدي ما بخليها في الخلا ده بنا. انا قاعد معك بنتظرك. انتظر ابوي قوم اشرب اللبن. لا الليله انت حتشرب اللبن. ده لبنك انت يا ابوي، انا متين قاعد اشرب في الكوبايه الكبيره. الكوبايه الكبيره بشرب فيها لاجل البيت، وانت الليله لاجل البيت. والله انت يا ابوي اشرب اللبن عشان رجاء قومه بدري تمشي العقر المويه دي. ابشر يا ابوي. بشرك الله بالخير يا بنتي. قفلتها قفلتها بالله. تنتف الشيبة دي لما تيجي تنتف الشيبة البياي تلقى الشيبة البياي قامت. دار تفضحني مع صفا. حسي بتجي بياي، حسي بتجي بياي الملكة، وما عندها درب غير بياي غير بياي. عباس صفا 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 اللي بتجي في الخفاء. أصبحنا وأصبح الملك لله يا أخي. أسمعني، التجرة دي في السوق بتدورة ولا مشيبة قدام؟ صغيرة؟ انت قدرت توديها الروضة؟ صغيرة صغيرة؟ بدي فيها 80. 80 شنو؟ التجرة دي مأمنة تأمين شامل كامل. خلاص 100 بديك فيها 100. خلها 120 عشان 60 أدها لأمي و60 أسافر بها مدني. ماشي مدني بتين؟ ها
هسا خلاص سوق التجر وامشي اربط لي في زريبه وتعال صادي اديك قروشك. خلاص راح الملكه. راح الملكه. الشكية لا الله الليلة صفا مرقت بلا شاهي. خليها يا حليمة خليها، البذوق طعم الأرض ما بيشبع منها يا راجلها. طعم شنو أرض شنو؟ داير تجنن البيت والشهيلة الطورية؟ داير شهيلة الشيلة أحمل المسؤولية زي ما أبوي حملني المسؤولية. ما شفت يا حليمة أنا خطيت الطباشيرة بهجاي وشلت الطورية بهجاي؟ لكن انت راجل وهبت ضعيفة ومسكينة. دايرة تقوى، دايرة تقوى بالأرض، دايرة تشد أزرها بالزراعة، دايرة تمد مروتها بالحصاد. بس نقوم على عواستي. عوسي عوسي يا حليمة عوسي. لكن صفا خلاص عرفت الدريبة. عباس اديني رطل سكر. لا 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 صفا لا البشرة ما مرق الخلا. لا لا مرق الصفا. مرق الصفا؟ ما شفتها لكن مرت بجاي؟ اجي صفا ما عندها درب غير الدرب ده، لكن مرقت من تخشم بدري. انت بتكون نايم. نايم؟ نايم؟ نايم يا عباس؟ نايم يا عباس وصفا تجي بجاي وتمشي فيك؟ نايم 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 نايم. اشوف وش ده كان فيه ما بتجي تجي راجع تجي راجع كان جات راجع بجاي. انا اشوف كان في شبه نماطه والله. انا الشنب ده ما احي ما عدت لما نشوف الفوقانيه دي بالله بققت. لكن صفا لا كمان كان لقيت البتاع الاسود ده عملت جلطته هنا ما بتبقى مبالغ يا عباس. اي 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 صفا يا اخوانا ما تخلونا اخش اشوفه لكم. دقيقه يا عبيد يا اخي. عثمان انت متاكد انه ده الفرن الشغال في مبلغ؟ والله حسب الوصف ياهو هيدا الفروب الشغال فيه بلا. اخوانا خلاص اخوانا اقول لكم حاجه، قول بسم الله ونخرج بكره على الشمال. الشمال ولا اليمين؟ رح كاير خشاش انا ذات جيعان. والله يا صفا العصيده جاهزه من صباح الرحمن. ابوك حرف من دخل يدينا فيها قال الا تجي صفا. عاد بتنفعنا بتنفعنا غيرها حليمه. والله يا بشرى ما بتنفعنا. الله يخليك لي. والله يخليك لي يا بنتي. ولا اقول لك يا ولدي. العفو يا ابوي انا ما عملت حاجه. كيف ما عملت حاجه؟ انت شايله طوريتي ضحوه وظهريه، الاولاد الصبيان ما سووها. الليله جبت لكم شمار حار من دكان عباس. شمر شنو يا خالتي؟ الأولاد علموا الخدمة في الخلا، مرقوا فيه مدني. ديل منون ديل؟ عثمان ودى الصادق، وحسين ودى البلولة، والعباد ودى السارة. مالك يا الحاج جبت يدك؟ ما تاكل؟ شبعت شبعت الحمد لله. والوداهم مدني شنو؟ كان ما خاف الكذب؟ مرقوا فيه محل الذهب. الذهب؟ هاي الذهب؟ كنا ماشيين الذهب. عليكم النبي ازي الفتحي لفتة عباس يا اخي. انت ما قال لك ما تجيب لنا سيرة ناس الحلة يا اخي. هسه عباس جابوا هنا شنو؟ ها ها لكن اخواننا انتوا الذهب ده عندكم له جهاز؟ ما هذا الموضوع ده اللي جابنا ليك. قلنا نشتغل للم قلنا نشتري الجهاز ونمشي الذهب. استاذ بلا مدني دي فيها شغل؟ الشغل راقد الشغل راقد. أنا قال له شغل الأفران. أنا مريض شغل الأفران. سامح؟ لا لا شغل الأفران حار. أدوكش السوق أدوكش السوق. عين خليه يجيب لنا عيش زيادة. تاني؟ السوق نايم وما في بيع. قلت أجي أشرب معاكم الجبنة. ك-
كثر خيرك والله. الله يبارك خيرك والله. الله يكرمك. الله يديك العافيه. اها يا البشرى خففت عليك. عليك يا عباس الجبنه دي ثقيله؟ كان ثقيله شيلوها بالكارو. شنو هي نشيلها بالكارو؟ انا عارفه ليك انت ما قلت ثقيله. قلت لك الجبنه. لا سمحة سمحة أشرف 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 سمحة صفا نامت قالت مصدعة خلاص رح 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 نديك لبن دول رح يا زول ما تشرب فنجانك قايم وين اشربه انت شرب السم هاي هنا جايب رورة السكر رورة البن عشان عيني بصادف عينك انتوا قاعدين لك كده القوان جات انت بتلاقي انك بتقول في شنو؟ لا قلت لك الايام دي في بعوض 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 ايوه بعوض هذا بيجوا ناس الرش بيجوا 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 بعوض قوان جات كده كده الليمون والغزة مضمونة شيل يا عمك الليمون يا الليمون بعد هاي الليلة؟ اه في رجلي صاحبك ده؟ قرض العجور يا زلمه ما تكمل عجور ده والله يجي عجوره في راسك ده انت جعان يا اخي عجور تبيش عجاز اسوي يعني والله صاحبك ده اكل الربح وخش على راس المال جعان ها جعان اهار فطور كيف هاي فطور ما تبيعوا حاجه ما في فضل يكون فطور لازم ناخذ تبيع لنا شيء الليمون يا الليمون يا خاله الليمون يا الليمون شيل يا خاله الليمون يا الليمون يا عجوز الليمون يا أجي يا عباس؟ قلت لك يا حنيمة هكذا أديه ولي صفا قولي ليها جابوا عمي عمو شنو قولها جابوا عباس بتاع البغالة البغالة دي لذيذة مش كده سامح قلت لك بارد بارد تعملي ليها خلاص خلاص قلت لك يا انت صفا دي ما عندها موبايل عندها ده تضرب ليها دار رسلها رشيد اقصد رصيد الله هون العشق ده ملخبط لخبطه يا الله صفا صفا انت ما يا صفا انت ما يا اخي انت ما درس ساعدين يا حليم ما درس ساعدين والله ما درس ساعدين انا درس ساعدك اساعدك كيف يا عباس درس اخر منك البيت دي من وشك قاعده لك في نفسي باري صفا والله ما بتقعد في نفسي لكن يا عباس كان انت دايره تعال عديك ادي لي ابوه والله الشدة خلاص انا بعدين جايكم على عشرية وشايل على الشهريه ويقول الله ولا الله ولا الله ولا الله والله والله اللخبطه دي كمان في الناس الكبار شينا شينا والله مش تعمل لا سيبا لا حول ولا قوه العبيد العبيد مالك واقف لي زي محروقة الحشا الجماعة ذيل خلوك العشا العشا اخوانا عشا ليكم ما عندي اخوانا دو دارين تقطعوا خيتي قال لكم ان شاء الله عايز قرون صايم خلاص امش وكت العشا الجديد يمرق بجيبه لكم همش يا حق تاني البلا انا قلت اكتر شوية باقي النازل يعني جعانين جوع اطول شكل يا كتلوا شوف يا عباس الزراعة دي ما كعبة إلا الناس هم المهتموها هاي الناس وينهم يا حاج البشرى ما هدول الشباب كلهم مشوا مدني ها وخلوا الزراعة للنسوان والناس العجايز مصير ونمشي ويجوا راجعين للمشروع ده هاي الناس الشباب المجانين دي يا أخي ما مرقوا في مدني كم ما جوا راجعين يا عباس كم ما جوا راجعين حلق ده انت اخواننا هسه لكم ثلاثة يوم شغالين في السوق راس مالكم وينو؟ السوق كعب معي انا العجول خسر والله انا بقيت الببيعه اكلها في يوم وانت العبيد
انا راس مالك اطع الحمار المربوط في الفرن ده عندكم كيف؟ بعد خليت بيع الليمون قلت ابيع منادي الورق جبت ايه وجبت بالله لما لك فيها الحمار ده شف شف اكلها؟ لا لا قشاب عرقه صفا تعالي شيل الشعيرية دي وديها لناس ابوك وادعشي معاهم بري انا باكل قبلي سامحش ليها وديها انت يا خالتي ما توديها براكي سامح بوديها انا من الراجل قلت شنو يا خالتي لا انا ما قلت شيء قلت ماشي خلاص اوديها سامح العبيد الرغيف هنا ما في رغيف الليله البلق اللي شفنا القرقوش دوك قرقوش وملا النبي البلة وين اشهم وين البلة هذا جاي خير اخواننا العبيد قال لي يا جماعة دايرينك هاي والله كنا دايرينك تكلم لنا سيد الفرن ده يعني دينا رغيف نبيعه اخر اليوم نجي نحاسبه اخواننا ما تكلموا براكم تكلموا برانا هاي بتعرفوا من وين بتعرفوا بنعرفه من وين؟ سيد الفرن ده عمكم العوض ودى السرير ودى السرير الواحد ده؟ ايه ودى السرير لا لا ككذي اشتغلت تب ودى السرير في الحساب خالي وفي العربي العربي خالتي السلام عليكم يا شباب السلام ما جبتوا اي ايراد لا هم العوض ما اشتغلنا حاجه كثير الليله انتوا اولاد العجبكم في البهدله دي شنو طيب ما قلنا بس نجي نشتغل ونطلع مصاريف يعني بعدين شنو نشتري جهاز عشان نمشي به الذهب ذهب ذهب شنو انتوا ناس عندكم مشروع قدر ده وتكوسوا للذهب بعدين انت يا عثمان مش قاري زراعة؟ كتر خيرك والله يا حاج عوض كتر خيرك رجعت الاولاد للحله ورجعتهم لصوابهم والله يا استاذ البشرى هسه احنا مش عايشين في المدينه لكن عايشين بخير الحواشات في الحله دي الحواشات دي ما خير عام البلد كله ومدي البلد دي كلها هسه احنا ما برعنا بقنطار قنطار وجبنا الكهرباء اهلنا بشرك الكهرباء جاهزه منتظرين المزول يجي يفتتحها والحله تولع هادي ما نعمة الوضع عثمان ده قال زراعة استفيدوا منه كيف؟ ده ما ولدنا يا أخي أها أستاذ أنا مش يا زول ما تقعد تفطر معانا لا أنا ما ماشي على الحواشات كده أشوفها لا كان ماشي الحواشات أن قومه مش معاك أها أرح أن ألبس جلابتي وأجي لاحقك إن شاء الله Thank you.
عثمان صفا اسفين لنا ما كان نخليك تدافري ودعافري في الارض دي براك، بس دي كانت غفله. نسينا انه الارض دي هي ربتنا وقرتنا. لكن بوعدك يا صفا من الليله اخد ايدي في ايدك وخد يدنا فوق الارض. الارض دي دايره قوه ونفس حار. بالعكس، الارض دي دايره حنيه ونفس بارد. ومقطوع الطريق ده مالو ما جا معاكم حسين الشين؟ ياهو مش العظيم، قاعد هناك ليه؟ ما كان يجي داير يموت من الجوع؟ هزنينا العبيد ده حسين ده ما اكل اصابعينه هناك الله يزعلني. كيفين؟ يعني ما بيلقى ياكل؟ والله الا كان ياكل في خاطره. ارحل عوض، الشمس وقعت خلاص. يا سلام، عدينا يوم جميل خلاص. اسمع يا البشرى. مرحبا. طبعا عثمان ده ولدي ولدك. بالحيل، ولدي ولدك والله. عثمان ده داير بيتك صفاء. والله عثمان ما باباو، عثمان ولد كويس، لكن انت عارف صفاء دي روحي ونفسي وأمانة في رقبتي، بيحفظ الأمانة. لا هو ولد كويس وأنا بضمنه. أنا قبال ما أمنه بتي بأمنه الأرض، لأنه اللي بيحفظ الأرض بيحفظ العرض. ناس بالهمة العالية
شاد المجد العالي صروح بكرا ناجي وبالأخضر بكرا ناني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.